الاستقطاب السياسي الحاد نعم. الحديث الذي يصلهم عبر القنوات التلفزيونية المحلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي علموا بأن الأزمة تصاعدت وأن الخلاف بلغ ملفات تهمهم كأزمة نعم. فيروس كورونا، قضايا نعم. الرعاية الصحية، قضايا العرق أنس. وما إلى ذلك، فقرروا التوجه إلى مراكز التصويت. ننتقل إلى مركز استقطاب آخر، ولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات المتأرجحة، مع مراسلنا رضا بوشفرة، ونحن طبعا نتابع افتتاح لمراكز الاقتراع في